أول كارت. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الأمور الوسط. الوسط. جيب العواب سليمة يا رب. ما تخافش. أيوة من ناحية البيضة. إيه أكتر حاجة خايف منها؟ على الله. كلنا على الله. في النص. في النص. آه. شغل رأفت الهجان جدا. شفت؟ طلع لك إيه؟ الاعتذار. سؤال الاعتذار بيقول لك عندك شجاعة الاعتذار وقبل كده اعتذرت أنت للجمهور بعد مسلسل رجالة البيت. لو عندك دلوقتي شخص عايز تعتذر له هيبقى مين؟ اعتذر لكل جمهوري اللي زعلوا مني من بعد الفيديو ده، بعتذر لهم وبقول لهم بكرة تعرفوا الحقيقة. ممكن كمان تقولي اسم شخص معين بعد الجمهور تعتذر له؟ بعتذر لكل كاست مسرحية زواج اصطناعي اللي كانوا واقفين يوم التحية يوم ما عملت الفيديو ده عشان اتشتموا واتهانوا بسبب الفيديو بتاعي. بعتذر لمي عز الدين، لدنيا سامي، لإيمان السيد، لمصطفى غريب، وأنا آسف لكم نسيت حاجة، ومحمد محمدي. أنا آسف أكيد ناسي حد. الأستاذ سليمان عيد بعتذر لهم لأنهم وأنور بعتذر لهم لأنهم طبعا أنا اللي حسبت على المشاريب، بس في ناس طالها شتيمة قذرة، بنات محترمات. مي عز الدين قالت لك إيه بعد حتش الحاجة؟ ما اتكلمتش. وأقسم بالله ما كان بني آدم يعرف ولا مخلوق. حاجة تاني، عشان في ناس من اللي بيحبوا بيومي وبيحترموه افتكروا ان في ضغط حصل على بيومي من الجانب السعودي عشان يطلع يقول الكلام ده. اتنين رفضوا طلوعي على البتاع على المسرح، مش هقول اسامي، ناس من الجانب السعودي لما عرفوا ان انا هطلع اتكلم رفضوا. وليه هتطلع تتكلم؟ ومراتي. وانت صممت تتكلم؟ اه، عشان انا كنت مولع عشان أنور، ولو بكذب ربنا سبحانه وتعالى قادر يخليني. انا اتشتمت كتير جدا لما طلعت، ولا حصل اي حاجه، ولا اتكلمنا ولا اتعملنا ولا اي حاجه عشان أنور. اونلي بس. كارت اللي بقى.